باكر يوم الثلاثاء من الأسبوع الخامس من الخمسين المقدسة من مزامير أبينا داود النبي: أدباً أدبني الرب وإلى الموت لم يسلمني، افتحوا لي أبواب العدل لكي أدخل فيها وأعترف للرب هللويا. من إنجيل معلمنا مرقس البشير. وفي ذلك اليوم لما كان المساء قال له: لنجتاز إلى العبر. فصرفوا الجمع وأخذوه معهم في السفينة، وكانت معه سفن أخرى، فحدثت ريح شديدة وكانت الأمواج تقع في السفينة حتى كادت السفينة تمتلئ، وكان هو في المؤخر نائما على وسادة. فأيقظوه وقالوا له: يا معلم، أما تحفل أن نهلك؟ فقام وانتهر الريح، وقال للبحر: اسكت وابكم. فسكت الريح وصار هدوء عظيم. ثم قال لهم: ما بالكم خائفين؟ أليس لكم إيمان بعد؟ فخافوا خوفا عظيما، وقال بعضهم لبعض: من ترى هذا؟ فإن الرياح والبحر تطيعه، والمجد لله دائماً.